أيها المؤمنون، إن أكمل أحوالك أن تحمد ربك وتمدحه وتمجده، ولن تثني على الله بأعظم من شيء أثنى به الله على نفسه. فيأتي المؤمن إلى كتاب الله وينظر للآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على نفسه، فيكثر من قولها ويجعلها من الكلم الذي يجري على لسانه، والله إن لذلك أثرا على القلب لا يعلمه إلا الله. فلا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا يحيطون به علما. فيأتي المؤمن للآيات التي أثنى الله عز وجل بها على ذاته العلية، فيجعلها رطبة على لسانه ما بين الحين والآخر. وربنا يقول هنا: ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم قال مختما خاتما هذه الآية بقوله: فتبارك الله أحسن.